فكرة بسيطة عن كيف الصينيين يصبون الشاي. طبعا العرب عندكم انتو يوم يصبون القهوة لازم الدلة في الإيد اليسرى ويصبون القهوة في الإيد اليمنى، وأهم شيء إن ما يصبون القهوة يعني فل، يحطون شوية. أوكي، أما الصينيين فما عندهم قهوة، القهوة جت مؤخرا يعني، فكيف يسوونه؟ الشاهي يحطون شوية شاهي، أوكي شوية، وبعدين يصبون الماء. الصينيين ما يعطون الكوب في اليد، لا يحطونه على الطاولة بعدين يصبون الماء، وعلى طول كل ما تخلص الماء يصبون لك ويصبون لك زيادة. إذا خلص الماء في البريك شو يسوون؟ لازم يسوون كذا. إذا سوون كذا أو كذي يعني لازم نعبي الماء. مثلا لو رحتوا مطاعم نسويها كذي، فيجي القرصون ويعبي ماء حار. اوكي، فكرة بسيطة عن الشاهي الصيني.